تجاوز عتبة المألوف ودخل عالم اللحن والموسيقى الذي دخله قليل من العباقرة. حاك بألحانه أعمق المشاعر، تفرد فغرد وعزف طربا ولحنا. بحب أقول للسورية أنه هن بالقلب دايما، فعلا بالقلب، أنه أنا محب خصوص، وهن شعب بينحب مع أنه مع كل هالظروف اللي عم تقطع معهم وكل شيء عم بيصير معهم، هن شعب فعلا شعب راكي وبينحب وبينحط على الرأس. سوريا سباقة في التكريمات، هذه لا نقاش فيها، وتحديدا مع الفنانين العرب. نحن أنا لا أنسى أنه بذكرى 40 الأسطورة صباح أول تكريم كان من قبل الدولة السورية وبالأوبرا، فهذه شغلة بنفتخر فيها. والآن تكريم ملحم بركات قبل ما يكرم في لبنان وقبل ما يكرم في أي دولة عربية. على كل أنا دائما أقول سوريا بتعرف تحبنا، بس بعض العرب ما بيعرفوا يحبوا سوريا. بالنسبة اللي كان امبارح كان جميل جدا، كان في فرح بيشبه فن ملحم بركات، كان الأفلام اللي عرضت مشغولة بدقة وبعناية، الحفل كله على بعضه رغم أنه بردنا يعني والموسيقى ما قدرت تدفينا، بس الحفل كان يعني مشغول على الليبرا. ملحم بركات رحل ولكن هو باقي بكل شيء قدمه من فن ومن ألحان. امبارح وجودي كان على مسرح دار الأوبرا شرف كتير كبير لإلي، وشرف أكبر أنه أكون موجود بتكريم الموسيقار ملحم بركات. كانت لحظة كتير حلوة لإلي بصراحة، يمكن قدمت لي كتير شيء حلو وخطوة كتير حلوة لقدام. اللي بدي أقوله ملحم بركات موسيقار كتير كبير، هو باقي معنا ما بيرحل أبدا. صراحة نحنا كنا جايين ومتحمسين بالرغم انه كتار خوفونا ما تجوا وش بدكم بهيدا الوضع، بس مثل ما جينا لقينا ما في شيء. وتاني شغلة جايين كرمال مثل ما ذكرت العنوان العريض ايقونة الوفا، فوفا سوريا لايقونة الوفا يلي هو ملحم بركات الموسيقار الراحل، طبيعي انه نكون موجودين لانه تكريم بهالعظمة بسوريا للموسيقار الراحل ما بنقدر نغيب عنه، لا كاعلام لبناني ولا كنحنا كلبنانية منحب وبنعشق اغاني الموسيقار. اول شيء حسبناك لانه انتم عندكم دار اوبرا، نحن ما عندنا هيدي بفقدها لبنان، ومع انه عندنا عمالقه وعم يتكرموا بغير بلدين، وللاسف انه ملحم كان لازم يكون الوفا من لبنان والدوله اللبنانيه هي لازم تكرمه، بس هيدي لفته وبصمه ووصمه عار بعتقد لنا كلبنانيه بلبنان انه نحن ما عرفنا قيمه الكبار اللي عندنا ودولتنا ما اعترفت انه تكرمه لهلا. فانا بالعكس لقيت شيء كثير حلو، شيء رائع، عمل مميز جدا أو يعني بتنسيق تام وكلهم إيد واحدة. بالعكس كان تكريم فعلا، هيدا حيكون يعني بالوطن العربي هيدي بصمة كتير كبيرة من وزارة الثقافة وزارة السياحة بالجمهورية العربية السورية، رغم الحرب رغم الظروف اللي انتم عايشينها، وانتم فكرتوا بإنسان وفي كان لسوريا وأعلنتوا به يعني وأبديتوا وفائكم لقلو، وهو كان لازم يكون نحنا كرمينه قبل ببلده ونحنا نعليها